أول شيء يعوضون هاي الناس المناطق القديمة في سبيل أن بيوتهم ويردون عليها، هاي كلها عمرها لكن ما بيها بشر، جنة بدون بشر ما تراد. هاي الناس يعطوها تعويضاتها، يساعدوها على البناء، وهاي الإعمار أيضا صاحب العمارة أيضا تضرر، هاي بناها هم بدم أبو فلوسه، والناس راجعة راح تكون هناك حركة، والحركة راح يكون عمل، وهاي الناس سلسلة مثل السبحة، ناس مرتبطة بناس. يعني العامل شلون يشتغل إذا ما صار إعمار؟ العامل يموت من جوع وما يشتغل، فقط الموظف. هم هسه الدولة هاي كلها حتى على راتب المتقاعد على التركض تريد تبوقه. والله هاي العماير كانت فنادق ومحلات كلها. ليش ما ترجع؟ ليش ما ترجع؟ الدولة ما تريد ترجع، لا ساحة ما النقل، لا إعمار، لا تعويضات، شلون ترجع يعني العالم؟ أنا مفتح حيث منتشر هنا. يعني ما أعرف إيش أقول لك. وحدك مفتح؟ إيه، ما يقف في السرة ما بيعوا. وشون ازدحام؟ هاي المكان كانت أقوى مكان بالموصل كله. صار سوق النبي جوك جلي. الجديدة صارت أسواق. لا راحت حياة باب الطوف. إذا عدنا هاي البنايات ممكن ترجع الحياة. صعبة، لازم الدولة تعوض. الدولة ما تعوض، ما التعويض، دولة زحمة، الروتين ما لقات هاي 5 سنين. باب الطوب كان هذا سوق عصري، الأقضية والنواحي كلها كانت تنزل ودني. أسسة جديدة عندك سوق النبي، الجراج مال باب الطوب إذا يرجع المدينة باب الطوب شيء أكيد راح يرجع. هاي العماير هي مال الناس لو مال الدولة؟ لا مال الناس، مال الناس، وأكثريتهم منتظرين تعويض. تعوضهم الدولة؟ إذا تعوضهم الدولة شيء أكيد، يعني راح يجون يفتحون ويفتحون محلاتهم. ليش الدولة ما تسوي لجنة لتعويض الأماكن المهمة بالموصل مثل باب الطوب؟ والله مثل ما قلت لك الدولة ما تريد.